أخبار اليوم. بص يا خد صورتك عليك. صورتك بس أنا عايز صورتي عايز للبيت. أنت دايس ليه على الشهادات كده؟ أنت دايس ليه على الشهادات كده؟ ملهاش قيمة أصلاً ولا لهاش أي فايدة. مش أي فايدة. 24 سنة في التعليم ملهاش أي أهمية ولا أي قيمة. أنت خريج إيه أصلاً؟ معاك ماجستير إيه؟ معاك ماجستير إيه؟ ماجستير في القانون العام والخاص. دفعة كام؟ 2012 الدفعة 2012 دفعة الليسانس 2012. طب والماجستير؟ ماجستير 2014 2015. انتوا مثلا رحتوا المسؤولين ما حدش اتكلم معاكم كتير ولا مسؤول اصلا بيدي وعد وعد صح. كله عود في الهواء بتطير كله كده. السلام. طب ايه الرساله اللي انتوا عايزين توصلوها من ان انتوا جايين هنا في التحرير؟ مش طالبين حاجه غير التعيين. الرساله الدفعات اللي عدت عايزين وعود قاده اكتر من كده. الدفعات اللي عدت لغايه اخر دفعه احنا الدفعه الاخيره دفعه 2015 ماجستير ودكتوراه بنطالب بالتعيين اسوه من الدفعات السابقه من 2002 حتى 2014 ثم تم تعيين دفعه 2014 اعتماد 2015 قريبا في شهر 11 استلموا جوابات التعيين بتاعتهم. احنا دفعة تكميلية لدفعة 2015 تم تعيين جزء منها اللي هي حملة الماجستير والدكتوراه هي 2014 اعتماد 15 تم تعيينها. احنا بنطالب بهدف واحد بس التعيين فقط لا غير بالجهاز الاداري بالدولة. انت خريج ايه؟ انا ماجستير في القانون العام وحقوق الانسان. ماجستير في القانون العام وحقوق الانسان وعام. ايه الشهادات دي كلها؟ دي شهادات حاصل عليها ابحاث تزييف وتزوير حقوق انسان ماجستير دبلومات لغه كمبيوتر ICDL شهادات المفروض اروح الامارات بس انا عايز اتعين في بلدي مش عايز اروح الامارات زي مصطفى مجدي. انا مش عايز اهاجر زي مصطفى مجدي انا بحب بلدي انا عايز ابقى في بلدي اعيش فيها واموت فيها واتعين فيها مش اسافر زي محمد مجدي. قابلتوا اي مسؤول او حاجه؟ كل المسؤولين بيدونا وعود كاذبه مفيش مسؤول واحد اعطانا وعد ونفذه. من بدايه فوزية حنف رئيس الجهاز التنظيمي الاداره اعطتنا وعد بتشكيل لجنه ثم اصبحت اللجنه فنكوش ثم بعد ذلك رئيس الوزراء اعطى قرار بالتعيين من رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب اعطانا قرار بالتعيين وخاطب وزير التخطيط وزير التخطيط بيماطل معانا مش راضي يصدر قرار التعيين بحجه ان احنا عدد كبير. احنا نتعدى 1200 واحد بس على مستوى الجمهوريه. طب وقفتوا النهارده في التحرير ايه الرساله اللي انتوا عايزين توصلوها؟ تصعيديه رساله تصعيديه للمسؤولين اللي ما اتخذوا قرار بتعييننا في الجهاز الاداري بالدوله. في تصعيد اكبر للاتحاديه. المره الجايه هنكون في الاتحاديه. ماجستير حقوق، ليسانس حقوق، ماجستير علوم اقتصاديه وماليه عامه. وانا بقول للرئيس وبقول لرئيس الوزراء احنا مش هندخل مسابقات، المسابقات دي كلها كوسه ومحسوبيه، انا مش هدخل المسابقه اللي بتعدوا ليها في شهر يناير ولا في شهر سبعة. مش داخله مسابقات، مش هقدم فيها، مش هقدم فيها عشان يربط مستقبلي بسؤال واحد، انا مش هقدم فيها. حملت الماجستير والدكتوراه دفعه 2015 دي الوقفه 29 ليله، مفيش اي تقدير من الحكومه. خدنا وعود، خدنا وعد هنا قبل كده من واحد مستشار قال ان هو مستشار رئيس الجمهوريه وقال ان قرار التعيين هيصدر كمان 10 ايام، بعدها بيومين الراجل قالوا نصاب، وبعد كده اتاخد طبعا القضاء بتاعهم، طبعا الحكومه بتاعتهم كل حاجه بتاعتهم والداخليه بتاعتهم هيقبضوا عليه النهارده هيقولوا نصاب عشان يسكتونا وبعد كده يخرجوه. مصيره لحد دلوقتي ايه ما تعرفش. خدنا قبل كده وعد من وزير التخطيط ما نفذش حاجه. فوزيه طلعت قالت انتوا ما بيطبقش عليكم الخدمه المدنيه خلاص يطبق علينا. احنا دفعه 2015 دفعه 2014 اعتماد 2015 اتعينت، احنا 2015 اعتماد 2015 يعني عينوا. احنا في جميع التخصصات في كل التخصصات. وزير التخطيط بيدعي ان احنا عددنا 32000 ومبلغ لرئيس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء 32000. احنا الدفعه كلها اللي انتم شايفينها لا يتعدى ال 2500 واحد. لازم يسمعونا، احنا اللي عملنا كل حاجه قبل كده لازم يسمعونا. قمه التهميش، اتعاملنا قبل كده ضربنا في الاتحاديه واحنا رايحين الاتحاديه وسلميين، وضربنا قدام مجلس الوزراء قبل كده وبرده سلميين، وهيفضلوا يضربوا فينا وهنفضل موجودين. لازم ناخد حقنا، الجهاز الاداري في الدوله لازم ينضف. الدوله مش هتنهض غير ان كان الفساد اللي فيها يتشال. رئيس الجمهوريه مش هينهض بالبلد الا اذا الفساد اللي فيها اتشال. كلنا بنعاني من الرشوه والمحسوبيه. اي واحد بيخش جهاز اداري في الدوله بيدفع فلوس عشان مصلحته تقضي. احنا فاهمين احنا ناس قانون مش هنرضى لا بالواسطه ولا بالمحسوبيه ولا بالرشوه.